طيلة هالثلاثة أيام، صباحا مع العاشرة صباحا ومساء مع الرابعة عصرا. السلام عليكم. في إطار البرنامج الوطني أوراش تصر جمعية النصر للنساء سيني الرياضة وجمعية تقوات وجمعية أمل التربية والتكوين أن تطلق هذا الورش الكبير الخاص بالطفولة اللي اختارينا الأيام هذه، اسميناها بأيام الصداقة والمواطنة والكل يعلم المواطنة وما تحتويها هذه الكلمة من معاني. احنا فرحانين اننا اليوم نعطيو انطلاقة رسمية لهذه الايام اللي تمتد الى غاية يوم الاربعاء المقبل، في ورشات، في المسرح، في الطبخ، في الغناء، في الرقص، في الشطرنج، في الرسم، في ورشات، في الالعاب الرياضية، في الالعاب المسرحية، يعني العديد من الفقرات اللي مهمة للأطفال والطفولة، مهمة هذه الورشات هذه باسم جميع المنابر الإعلامية كنرحبوا الأطفال ديال ساكنة مدينة إقليم الخميسات في هذا الورش الكبير اللي اختارينا له تيمة ديال الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال في وضعية صعبة وسميناها يعني في الشعار ديالنا مسؤولية الجميع. فعلا هي مسؤولية الجميع، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية مسؤولي القرارات، باش أن هذه الشريحة من الأطفال اللي هم أبناء الشعب ديالنا تحتويهم لما لا في مراكز خاصة. الحمد لله احنا في إقليم الخميسات عندنا الظاهرة قليلة جدا ومن السهل التغلب عليها. جمعية مسرح الخميسات تقوم بدورها بتأطير مجال الخدمة الثقافية اللي غادي تقدمها لهذا الأطفال طيلة هاد ثلاثة أيام، رفقة أطر يعني أطر شركة معنا في هذا المجال هذا. كنشكر كل من مد يد العون من أجل الاحتفاء والاحتفال بهذه الأطفال هذه. احنا طيلة هذه الأيام رهن هذه الطفولة ورهن كذلك الأطفال جميعا. شكرا للمنابر الإعلامية ومرحبا بكم في هذه الأيام، أيام الصداقة والمواطنة. ويحاولوا أن يحاولوا 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 أن ي
حب البلاد حب الغاية والوطن حب البلد ديالك وحب البلد ديالك. كنحتفلوا بالايام ايام الصداقه والمواطنه اللي برمجناها او ديناها مع جوج تاع الجمعيات اخرين اللي هي جمعيه الامل للتربيه والتكوين وجمعيه مسرح خميسات. جمعنا في اطار برنامج اوراش وجمعنا لان القاسم المشترك بيننا في العمل ديالنا في برنامج اوراش هو التفاعل. لان احنا كجمعيه تلمات كنخدموا على واحد التفاعل خاص اللي هما اطفال الشوارع وجمعنا علاش ما نديرلهمش واحد النشاط اللي يجمعهم مع الدراري اللي هما العاديين مع الاطفال العاديين يحسوا هما بان اولاد هذه المدينه وبانهم بحالهم بحال الدراري الاخرين ما كاين حتى شي فرق ويتعلموا شي حوايج جديده ويتعلموا مواضيع ثقافيه وفنيه بحال المسرح بحال الرسم لان الدراري هادو راه ما تيعرفوش لهذا الشيء ما عارفينش كاع واش كاين واش المسرح كاين موجود. دونك كنتمنى هذه الايام هذه يكونوا دوزو في المستوى وينجح المبادره هذه وان شاء الله المبادرات اخرى.